في لقاء خاص بالإخبارية، أكد قائد نقاط المنع والتحكم العقيد عبد الرحمن الخرسانة من منفذ الشميسي أن الحالة المرورية في جميع المنافذ المؤدية للمشاعر أكثر من ممتازة، حيث تم منع السيارات القادمة للمشاعر بدون تصريح، مشيرا إلى أنه لا يسمح سوى بمرور السيارات التابعة للجهات المعنية في الحج. الحالة الأمنية والأول المرورية بالأصح مطمئنة جدا ولله الحمد، حسب التوجيهات الصادرة لنا من ولاية الأمر بدأنا بمنع السيارات الغير مصرح لها من الخامس ذي الحجة، وتستمر المنع حتى 13 من ذي الحجة، ما عاد الحركة على جسر الملك فيصل المؤدي من تقاطعه مع الطائف، وتستمر حتى تقاطعه مع بعد المعيصم. الحركة منعت من بداية نفق المعيصم، ويعتبر الملك فيصل كانت الحركة فيه حرة ما عدا هذا اليوم. بدأت اليوم المنع امتداد دخل طريق الملك فيصل من ضمن منظومة المشاعر التي يمنع فيها الدخول لغير السيارات الغير مصرح فيها، ويستمر هذا المنع حتى اليوم العاشر الساعة 10 تقريبا، وتفتح كافة المشاعر ويرجع الوضع طبيعي بالنسبة للملك فيصل، وترجع الحركة أو المنع على مشعر منى. ما هي الحالات التي تمنعون المركبة من خلالها الدخول إلى المشاعر المقدسة؟ المركبة التي تمنع من دخول المشاعر المقدسة أي مركبة تقل حمولتها عن 25 راكب لا يسمح لها بالدخول. طبعا السيارات الصغيرة هذه تمنع منعا باتا دخول المشاعر إلا بتصريح صادر من مقام وزارة الداخلية. سيارات الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشاعر يتم السماح لها بالدخول في المشاعر، خلاف ذلك تمنع منعا باتا.